النهارده ذكرى ميلاد جميله الجميلات الفنانه الكبيره ليلى فوزي، واحده من اهم نجمات العصر الذهبي، مشوار وتاريخ فني كبير جدا. ارتبطت في ذهن الجمهور بالدور المميز اللي قدمته في فيلم الناصر صلاح الدين فيرجينيا جميله الجميلات، ده طبعا غير اعمالها في الدراما التلفزيونيه، ومش هننسى ابدا دورها في بوابه الحلواني وهوانم جاردن سيتي وغيرها كتير. في ذكرى ميلاد ليلى فوزي خلينا نتابع التقرير ده. اليوم هو ذكرى ميلاد جميلة الجميلات الفنانة الكبيرة ليلى فوزي، التي استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بأدائها التمثيلي المميز والتنوع في أدوارها الفنية. ولدت ليلى فوزي في 20 من أكتوبر عام 1918 لأب مصري وأم من أصل تركي. كان والدها يعمل تاجر أقمشة ويمتلك محلاً في القاهرة والإسكندرية واسطنبول ودمشق وبيروت. الله، بتعيطي ليه يا ليلى؟ من فرحتي يا محسن، أنا ما شفتش النوم وأنت في وسط البحر. في وسط البحر وأنا شايف الموت بعينيا، قلبي ما كانش بيفكر إلا فيك يا ليلى. صحيح يا محسن. وحياتك، كنت بطلع للسما وادي وأقول يا رب تنجيني بس عشان أشوف ليلى. بدأت ليلى فوزي حياتها الفنية بالمشاركة في فيلم علي بابا والأربعين حرامي، الذي يعد أول الأفلام التي برزت من خلالها، إذ قدمت دور مورجانا مع الراحلين علي الكسار وإسماعيل ياسين، وظهرت بشكل لافت بعدها في دورها في فيلم الناصر صلاح الدين أمام الفنان أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ونادية لطفي تحت اسم فيرجينيا جميلة الجميلات، لتكون من أجمل الوجوه التي عرفتها السينما المصرية وإحدى فنانات الزمن الجميل. لم يحضر وأرسل عنه 3 مندوبين بيستهزأ بملوك أوروبا بعد ما هزموه. الرد الوحيد على الإهانة الموجهة إلينا أننا نرسل إليه جثثهم. قدمت ليلى فوزي أعمالها في الدراما التلفزيونية بأدوار عديدة، ومنها من الذي لا يحب فاطمة، بوابة الحلواني، وهوانم جاردن سيتي. الحل إنك تسكتي وتسمعي كل كلمة هقولها لك. أنت عارفة كويس قوي إن بيت محمود ده هو بيت العيلة، وبيت جدك هو اللي أنا قضيت فيه شبابي كله لغاية ما اتجوزت. وبعد موت أبوكي محمود احترم تصميمي في إني أقعد هنا، ما حاولش يضايقني. نالت ليلى فوزي العديد من الجوائز عن أعمالها الفنية، فكانت البداية مع جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما عن دورها في فيلم ضربة شمس عام 1980، وفي عام 2004 تم تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 28، والذي كان الأقرب لقلبها بحسب تصريحات سابقة لها. ورحلت ليلى فوزي في 12 يناير عام 2005.